أحسست بالعجز أمام جهلي بتلك التكنولوجيا الجديدة. كان هدفي تعلم لغة جديدة. كل ما أردته هو أن أواكب العصر الحديث. حبيت أفهم ليش أولادي بقعدوا ساعات طويلة بيستخدموا الإنترنت. صراحة البرنامج غير حياتي للأفضل. طبقاً للأبحاث والدراسات وجدنا أن هناك فئة في المجتمع تفتقر إلى المهارات اللازمة لاستخدام أجهزة الكمبيوتر والاستفادة من الإنترنت. أما دفعنا في مركز بوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات إلى إطلاق مبادرة برنامج المواطن الإلكتروني. إحدى أدوار أتسك الاستراتيجية هي أولاً تقوية ونشر المعرفة بتقنية المعلومات ورفع مستوى الوعي بإمكانيات الخدمات الإلكترونية، مما يتيح لتلك الفئة التواصل مع الحكومة الإلكترونية كدفع الفواتير، استخراج الأوراق، كذلك البحث عن وظيفة وغيرها من الخدمات الحكومية المتوفرة. تم توجيه دعوات للمشاركة في برنامج المواطن الإلكتروني عن طريق مدرسة أبني، وشاركت أنا وزوجتي. لم أعد في حاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية لدفع فواتيري، وأصبح بإمكاني الآن بضغط الزر أن أقوم بكل ذلك. كل شيء صاير يحتاج إنترنت، وأنا كنت حاسة عمري ضايعة ومش عارفة كيف أحصل على المعلومة بسرعة، بس بعد البرنامج صار الموضوع وايد أسهل، خصوصا لما أساعد عيالي في تقاريرهم المدرسية. أحسست بأنني أفوت الكثير من الفرص بجهلي باستخدام الإنترنت، فأردت أن أجعل حياتي أسهل وأسرع. يحق للجميع الاشتراك في هذه الدورات بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي، حيث من أهم أهداف مجلس بوظبي للتعليم هو إشراك أولياء الأمور في العملية التعليمية، ويعد برنامج المواطن الإلكتروني فرصة لتواصل أولياء الأمور مع الإدارة المدرسية والمعلمين إلكترونياً، وللوصول للجميع فقد تم عقد هذه الدورة في إمارة بوظبي والعين والمنطقة الغربية. تم توجيه دعوة لي للمشاركة في برنامج المواطن الإلكتروني عن طريق مدرسة فاطمة بنت مبارك اللي بتدرس فيها بنتي سارة. وافقت على طول وما ترددت وشجعني زوجي على هذه الدراسة. صرت هلأ قادرة أتصفح مواقع إلكترونية كتير بسهولة، وكأنه اتفتحت لي أبواب العالم كله. اللي أشركني بهذا البرنامج هو ابن الدكتور مازن. كوني متقاعد الآن وكل اهتمامي منصب على متابعة الأولاد والأحفاد في دراستهم. كنت أتخيل أن الدراسة خصوصا في سني من الممكن أن تكون صعبة للغاية، إلا أنني وجدت متعة حقيقية في تعلم شيئا جديد. وجدنا فئة السيدات في أهم لهذا البرنامج، لذا قمنا بدعوتهن للالتحاق به من خلال إقامة يوم مفتوح في مراكز مؤسسة التنمية الأسرية لتعريف المشاركات بالبرنامج، وقد وجدنا استجابة كبيرة منهن. هدفنا من برنامج المواطن الإلكتروني هو الوصول إلى الجزء الآخر من المجتمع بشتى الطرق، إذا نقوم بعقد الدورات التدريبية في أماكن مختلفة بل والنائية أيضا. نبحث عن كبار السن والمرأة وأولياء الأمور، ومن أجل ذلك قمنا بعمل دراسات وخطط مستقبلية للخروج بهذا البرنامج التدريبي. غيرت طريقة حياتي إلى الأبد بسبب البرنامج، أفكر الآن في العمل. الآن أصبح بإمكاني مشاركة أبنائي في البحث على الإنترنت. طبعاً أكيد رح أخبر كل اللي أعرفه عن البرنامج عشان يستفيد. أزدادت ثقتي بنفسي بشكل كبير بعد هذه الدورة.